على الإنسان يشق ثوبه في المصاري أم لا؟ الإمام رحمه الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤاله في مقطع من جواب الإمام، يقول عليه الصلاة والسلام: ولقد شققنا الجيوب ولطمنا الخدود، الفاطميات على الحسين بن علي وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب. من صنع هذا الصنيع؟ الفاطميات. من هن الفاطميات؟ أي مقام للفاطميات عند الله عز وجل؟ الفاطميات الزاكيات النقيات العظيمات. يكفي أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يحتج بفعل الفاطميات حجة الله على الخلائق. الإمام الصادق في هذا الحديث يحتج يستدل بفعل الفاطميات بعمل الفاطميات. الفاطميات ماذا صنعنا في يوم عاشوراء؟ ما لا يتمكن أحد من الطيبين أن يصنع. النار شيء مرعب جدا، عندما تتوجه النار المجهدة نحو الإنسان، الإنسان لا يتمكن، أقول لا يتمكن أن يفكر في شيء آخر، لا يتمكن أن يتذكر شيئا آخر. نار في تلك اللحظات إذا توجهت النار إلى جسم الإنسان، الإنسان أحيانا يقدم على قتل نفسه بأي طريقة ثانية ولكن لا يحترق بالنار. بعض الناس يلقي نفسه من شاهق من الطوابق العليا لا تحرقه النار، وهو يعلم أنه إذا ألقى نفسه من طابق عالي يموت، ولكن الموت سقوطا على الأرض أهون من الاحتراق بالنار. النار جدا صعبة. الأعداء هجموا على المحيط،
خرج من الخيام؟ أبدا أبدا. أنا سمعت من الخطباء الكرام وأنتم أيضا سمعتم النساء البنات الأطفال ما خرجوا من الخيام. إنما كانوا يركضون من خيمة إلى خيمة ما خرجنا أمام الرجال أبدا. فلما احترقت الخيام جاءت السيدة إلى الإمام زين العابدين قالت يا علي يا ثمر الباقي ماذا نصنع؟ استئذان من إمامهن. بدون استئذان ما خرجت فيها، ما خرجت حتى بنية. فقال الإمام زين العابدين عليه كل الإفراج
يلطم مرجع تقليد على وجه يلزم علي المطبخ. فكيف إذا لطمت فاطمة؟ والوصول إلى مستوى التحدي ثانية، والتفوق ثالث.